كمان بدي كفي حياتي. كيف يعني بدك تكفي حياتك؟ قصدك بدك تروحي من هون؟ أول عآخر رح روح من هون. هيدا الموضوع بيعتمد كله على ماما. فارس أنا ما فيي أعيش بهالضيعة. رجعت لهون واكتشفت إنه بعدني ما فيي أعيش بالضيعة. لا الناس ولا العيشة ولا أفكارهم ولا شيء بيشبهني. واضح. بس يعني ليش لا تستعجلي؟ خلي الأمور تاخذ مجراها بوقتها المناسب. بتأمن أنت إنه كل شيء بيصير بوقته المناسب؟ لا ما بعتقد. بطلت آمن بهالنظرية.